مرحبا، حلقتنا اليوم رح نحكي عن التعرق. بيعتبر التعرق عملية طبيعية ومهمة لأنه بيزيل السموم وبينظم درجة الحرارة بالجسم من خلال تبخر العرق على سطح الجلد وتبريد الجسم، وبيساعد على حرق الدهون. والتعرق بأغلب الأحيان بيصير بفصل الصيف بفعل الحرارة المرتفعة أو نتيجة كثرة الحركة والنشاط. وأظهرت بعض الدراسات العلمية أنه التعرق بيساعد على تحسين عملية التنفس، فالأشخاص اللي بيتعرقوا بشكل قليل ممكن يعانوا من صعوبة بالتنفس بس يقوموا بنشاط جسدي أو رياضي متعب. أما بالنسبة لاستعمال مزيلات العرق والريحة، فلازم دايما ننظف بالماء والصابون وننشف كتير منيح قبل ما نستعملهم، نتأكد أنه ما بيحتوي على البارابان وأملاح الألومنيوم. وبنهاية الحلقة أنا بقلكم live right وتابعونا دايماً.